لو سألتوني شنو أكثر مكان في الحسا الناس من برا الحسا تسأل عن ومتشوقة لزيارته؟ مكان يعتبر من أهم وأبرز الأماكن السياحية في الأحساء، ولسنوات للأسف كان مهمل، ولكن صار شيء جميل جدا. تتوقعون شنو المكان؟ عين نجم الكبريتية. لمئات السنين السياح كانوا يجون لعين نجم من أجل السباحة فيها، مشهورة بالمياه الكبريتية اللي تستخدم لعلاج أمراض الروماتيزم والمفاصل. اختلف في سبب تسمية العين بعين نجم، منهم من يقول نسبة لنجم بن عبد الله الخالدي أحد شيوخ بني خالد، أما القول السائد والأكثر شهرة أنه سقط نيزك في هذا المكان وأحدث حفرة نبع منها المياه الكبريتية. يقال أن كل من زار الأحساء قديما كان لازم يجي عين نجم يسبح فيها، والعين عالجت الكثير من المرضى. طبعا عين نجم كانت إحدى محطات قوافل الحجاج قديما، سواء للقادمين أو المغادرين للأحساء كانوا يرتاحون في العين ويسبحون. من أبرز الشخصيات اللي زارت عين نجم وسبحت فيها هم الملك عبد العزيز ووالده الإمام عبد الرحمن طيب الله ثراهم. أول إعمار لعين نجم كان عام 1115 هجرية. درجة حرارة مياه العين تبلغ 40 مئوية. عين نجم تتميز بطراز معماري مميز، قباب نصف بيضاوية. القباب تحتوي على فتحات يدخل منها الضوء. المسابح بهذه الطريقة مشهورة قبل العثمانيين، بحيث غرفة البخار تعتليها قبة. العين تحتوي على بركة بالإضافة إلى غرفتين، كل غرفة فيها دكة بحيث أنه يستريح فيها المستحم عشان لا يضرب الهواء ويمرض. عين نجم كان لها مكانة عالية قديما، وعقب ما دخل الملك عبد العزيز الأحساء تم إعادة بناء قببها. ضيوف الدولة لما كانوا يجون الأحساء قديما كان شيء أساسي في برنامجهم أن يجون عين نجم ويسبحون فيها. عين نجم خذها أكثر من 30 سنة مغلقة، وإن شاء الله نشهد إعادة افتتاحها قريبا. شخصيا ما عندي أي خبر إذا كانت الجهات المعنية عندها خطة أو تقنيات حديثة لإعادة ضخ المياه الكبريتية، ولكن متفائل خير. شكرا لوزارة السياحة وكافة الجهات المعنية على إعادة إعمار عين نجم، وإن شاء الله نشوف إعادة إعمار لباقي عيون الأحساء. انتهت تغطيتي لهذا اليوم، وإن شاء الله نالت على إعجابكم. نراكم على خير.